شوف زاد هذا المحور الطرقي وفي واحد 173 كيلومتر محور هام جدا. الحال تيخضع الان واحد التهيئه فيها التوسعه فيها ممرات ثلاثيه فيها التثنيه وتتكلف حوالي 1.8 مليار درهم. غرض من هذه الزياره التفقديه هو تقدم الاشغال بطبيعه الحال، لكن كذلك كان عندنا واحد العدد ديال المحاور اللي كان فيها بعض عدم الاستقرار ديال الجبال المحيطه بها، واللي الان يتم الاشتغال عليها، خاصه ان المحور من نظر الاهميه ديالو نظر انه تيتعرض للثلوج والامطار، فكان ضروري هاد المناطق هادي النقط تصلح. والحمد لله الان في اطار الزياره التفقديه كاين واحد العدد ديال الامور اللي دارت باش تعطي ضمان ان هناك سلامه طرقيه في الجوالين بالنسبه للطريق.